اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. اكتشاف المقبرة فسر بعض الألغاز، لكن طرح تساؤلات أكتر بكتير، تساؤلات عن الملك، عن المحتويات، عن التفاصيل. بخلاف الروايات التاريخية المنقوشة واللي تم استشفافها من بعض المقتنيات، إلا أن كان في أسئلة أكتر بكتير. هو مات إزاي؟ هل حقا قتل بحربة؟ قتل مسموما؟ أم مات بالملاريا؟ مات بشكل اعتيادي؟ ليه تحنيطه مختلف عن باقي المومياوات؟ كتير من التفاصيل اللي كان بالضرورة الاستعانة بالعلم الحديث. منذ سنوات التحاليل الخاصة بالدين اي والأشعة المقطعية شهدت تطور هائل، والحقيقة ان احنا في مصر هنا عندنا معامل على أعلى مستوى. قل هم ثلاث معامل في المنطقة، اتنين في مصر وواحد في إسرائيل، اللي عندهم القدرة على إدراج نتائج مهمة جداً لها علاقة بالدي ان اي القديم، أو له علاقة بمن كانوا موجودين من آلاف السنين. خبراء الأشعة المقطعية والدي ان اي المصريين لقوا إجابات لأسئلة لم يكن من الممكن أبداً إن هي نكون لها إجابات إلا بالفحص العلمي الدقيق. كبار المتخصصين في الدي ان اي والاشعه المقطعيه، استاذ دكتور اشرف سليم خبير الاشعه والرئيس السابق لقسم الاشعه بجامعه القاهره، ودكتور يحيى جاد رئيس اللجنه العلميه لمشروع الجينوم المصري، واستاذ الوراثه الجزيئيه بالمركز القومي للبحوث. دكتور اشرف اهلا بحضرتك. اثنين من اهم الخبراء في مجالاتهم، اهلا يا دكتور يحيى، اهلا بحضراتكم. دكتور أشرف سليم خبير الأشعة، ودكتور يحيى جاد رئيس اللجنة العلمية للمشروع القومي للجينوم المصري. بحيي وجودكم معانا، وسعيدة جدا بأنه كتير من شغلكم العلمي يمكن لأول مرة يلقى عليه الضوء بشكل جماهيري. أنتم مشهورين جدا في الأوساط العلمية، إنما حابين المصريين يعرفوا أكتر عن التفاصيل والإنجازات والأجوبة اللي أنتم لقيتوها في شغلكم. أولا دكتور يحيى جاد، في مصر بنعرف نكشف على الدي ان اي او نحلل الدي ان اي لقدماء المصريين او لانسان ما قبل الاف السنين. اللي فهمناه ان دي تقنيه معقده شويه. قوي. معقده ومش موجوده في كل الدنيا. يعني مش موجوده في كل البلدان الدنيا. لا لا، يعني هو الحقيقه معملنا، يعني نفخر ان مصر تملك معملين، ولازم يبقوا معملين في نفس البلد، عشان بيعملوا ما يشبه تكرار التجارب، والنتيجة بتطلع من فريقين عاملين نفس الشغل. فاحنا عندنا معملين، المعمل اللي أنشئ الأول في متحف المصري، المعمل الثاني حاليا في متحف القومي للحضارة المصرية. هو كان في معمل ثاني أنشئ برضو في 2007، في أواخر 2007، في ال
كلية طب القصر العيني، بس هو اتنقل في 2017 عشان ينضم لقافلة المعامل اللي في متحف القومي للحضارة المصرية. يعني في مصر عندنا معملين لتحليل الدي ان ايه بالظبط، ودول تقريبا الوحيدين في المنطقة ما عدا دولة إسرائيل، ومع الوحيدين اللي في أفريقيا ما عدا جنوب أفريقيا عندها معامل. في المنطقة دي كلها على بعضها ما فيش غير هي المعامل دي. طيب. هي مكلفة قوي أصلها. ليه بقى؟ اشرح لنا التكنيك وليه ما تبقاش زي أي معمل دي إن إيه عادي؟ لا، هو المعمل الدي إن إيه العادي، يعني أنا عندي معمل دي إن إيه في معهدي الأصلي اللي هو مكاني الأصلي اللي هو مركز قومي للبحوث. معمل الدي إن إيه الحديث بيبقى معمل على درجة عالية شوية من التنظيم، بس مش زي معمل الانشاء الدي ان اي القديم. الدي ان اي القديم التحليل لازم يتم بحيث ان هو ما فيش ادنى شك او ادنى احتماليه لتلوث بدي ان اي حديث، يعني وبالتالي لما عشان له تصميم هندسي معين، التصميم الهندسي المعين اللي اتحط للمعمل ده بالمناسبه انا وزميلتي الدكتوره سميه اللي كانت واقفه هنا في هي دي دكتورة سمية إسماعيل، إحنا كنا من أوائل الناس اللي اشتغلوا على جينوميات الطب الشرعي في أوائل التسعينات، وعشان كده المركز ابتديتوا من المقدمين المعاصرين وبعد كده رحتوا للفراعنة. رجعنا لورا رجعنا لورا. هنسأل عن دي إن إيه الملك توت عنخ آمون، بس لازم أسأل دكتور أشرف سليم وهو واحد من أشهر خبراء الأشعة المقطعية. كمان حضرتك اكيد دخلت الاشعه المقطعيه للبني ادمين العاديين العيانين. طبعا ده الاساس. يعني ايه اللي دخلك يعني في عالم المومياوات، وعلاقتك بتوت عنخ امون ابتدت ازاي؟ طيب هي ابتدت سنه 2005 لما دكتور زاهي حواس اعلن عن المشروع بتاع وزاره الاثار، او هو كان ساعتها رئيس المجلس الاعلى للاثار، انه هيعمل فحص للمومياوات الملكيه بالاشعه المقطعيه. والدكتور زاهي كون تيم من دكاتره الاشعه في قصر العيني، وانا ساعتها ما كنتش في التيم ده من اول ما اتكون، انا جيت بعديهم بشويه صغيره، وجاب تيم تاني اجنبي عشان وابتدوا لازم يبقى في تو تيمز، يعني فريقين. وكل فريق ما يعرفش ده توصل لإيه، ده زيادة في الدقة والموضوعية العلمية. بالزبط يعني بالظبط كده. وابتدوا اشتغلوا، قعدوا حوالي 3 أشهر، وبعدين أنا قاعد في المكتب عندي فوجئت إن تليفون دكتور زاهي على التليفون بكلمه، أهلا دكتور زاهي. ما كنتش أعرفه خالص. تعرف الاسم؟ أعرف الاسم طبعا، إنما ما تعرفوش شخصيا. لا ما أعرفوش شخصيا. وقال لي أنا فلان، قلت له أهلا وسهلا وكده، و قال لي انا سالت كذا حد من اللي بثق فيهم مين دكتور اشعه كويس ممكن ينضم لينا، فقال لي في كذا حد اشاروا ليك. طيب كتر متشكر. اكيد افتكرت في عيان يعني. يعني انا لغايه دلوقتي ما اعرفش حاجه. فقال لي احنا بنعمل مشروع، قلت له ما انا عارف، ما انا زمايلي مع حضرتك وكده. قال لي بس احنا عايزين دلوقتي في عايزين ريفري محكم يعني يقول بقى، لان كان في اختلافات ما بين التو تيمز. فقلت له طب حاضر انا تحت امرك. وقال لي بس في مشكله. قلت له خير. قال لي انا عايز النهارده. قلت له ازاي يعني دكتور ازاي النهارده، انا عندي شغل. ويعني قال لي لا من فضلك ده مهم جدا، لان احنا بكره عندنا بريس كونفرنس، مؤتمر صحفي، وهنعلن فيه نتائج توت عنخ. قلت له ده التيم بقاله 3 أشهر بيدرس في القصه دي، انت عايزني انا في يوم؟ المهم يعني ضغط عليا، وانا كنت حابب ان انا طبعا انت كنت قابل للاغواء. اكيد. يعني اكيد لا، وما تيجي من دكتور زاهي طبعا، وحاجه أكيد. مشروع كبير زي ده اكيد حاجه شرف لاي حد. انما كان التشالنج اللي انا عايز اقوله ان احنا عمرنا كاطباء مصريين ما فحصنا مومياوات بالاشعه المقطعيه، ما حصلتش خالص. والعلم ده اصلا علم جديد خالص، ما كانش موجود قبل كده. وتسمى اسمه الباليو راديولوجي، او اللي هو فحص
الاشعه في الحاجات القديمه. اسمه باليو راديولوجي. يس. فطبعا باليو دي ايه؟ باليو يعني انشنت. قديم. انشنت باللاتيني. فطبعا عمري ما شفت اشعه مقطعيه على ولا التيم اللي معاهم كله يعني كلنا كانت حاجه جديده بالنسبه لنا. المهم انا رحت المتحف المصري، كان الجهاز السي تي موجود في المتحف المصري، وقعدت من الساعه تقريبا 7 بالليل لغايه الساعه 2 الصبح بشوف الصور والحاجات دي، وكتبت تقرير حتى بخط ايدي كده. واتقابلت مع دكتور زاهي تاني يوم قبل الصلاه، فبص على التقرير كده قال لي طيب هنقعد دلوقتي مع التيم الاجنبي. قلت له طيب اهلا وسهلا. قعدنا مع التيم الاجنبي، كانوا 3، وقعدنا نتناقشوا. المهم انا ببقى يعني ما اعرفش ده عيب ولا ميزه يعني مع الاجانب ما احبش حد يترسم علي اكيد يعني، وخصوصا ان احنا انا عايز اقول بجد والله دكاتره المصريين شاطرين قوي قوي، يمكن احنا عندنا شويه لك يعني ما عندناش. لا صحيح يعني انا مش دفاعا بس انا بقر حقيقه، والواحد بيروح مؤتمراته بيحتك بالناس دي، هم عندهم امكانيات اكتر مننا اكيد بس احنا شاطرين قوي. المهم قعدنا معاهم ونقط الخلاف انا معظمهم يعني ناقشت معاهم واقتنعوا بالوجهه النظر دي. وبعد كده عملنا البريس كونفرنس واعلنا النتائج بتاعه يعني الملك حضرتك خامل. نقدر نقول ده كده بسرعه كده يعني لا يعني دكتور اشرف حضرتك كنت من مع اول اشعه مقطعيه للملك توت عنخ امون. يس. كنت في هذه التجربه الاولى. تمام يا فندم. وده اول موميا اتعمل لها اشعه مقطعيه من ضمن المومياوات الملكيه اللي اتفحصت بعد كده. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.